ثم إن علينا أن نحسن الظن بالله وأن نحسن الثقة في الله وألا نيأس الناس من رحمة الله، فاليأس والتيئيس والإحباط والتحبيط من الكبائر. فقد أخرج الحاكم في مستدركه على شرط الإمام مسلم عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: يصح يوم القيامة برجل من أمتي فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يأتي رب العزة فيعرفه ذنوبه ويسأله: أتنكر من هذا شيء؟ يقول: لا. أظلمك كتبت الحافظون؟ يقول: لا. ألك عذر؟ يقول: لا. ألك حسنة؟ يبهت الرجل من الموقف فيقول: لا. فتخرج له بطاقة صغيرة بيضاء فيقول الرجل: وما عسى أن تصنع هذه البطاقة الصغيرة مع كل هذه السجلات. فتوضع البطاقة في كفة والسجلات 99 سجلا في كفة، فتسقل البطاقة وتطيش السجلات ولا يسقل مع اسم الله شيء. إنها أي بطاقة تعلمون هذه؟ إنها بطاقة لا إله إلا الله محمد رسول الله. من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله مستيقنا بها قلبه ولقي الله لا يشرك به شيئا حرم الله جسده على النار